المباراه يوم الجمعه الساعه 4:30 بتوقيت القاهره، ويوم السبت على طول الفريق هيسافر الى ابو ظبي استعدادا للمشاركه في كاس السوبر للانديه الابطال. والفارق الزمني، يعني اسمعوا مني بس الكلمتين دول، لعل وعسى يمكن الناس في اتحاد الكره تاخد بالها، تجري تعديلات في الساعات اللي جايه، هنشوف ايه اللي هيحصل. بس الاهلي هيلعب الجمعه، واول مباراه في كاس السوبر للانديه الابطال يوم الاثنين في ابو ظبي مع سيراميكا كليوباترا. الفرق الزمني ما بين المباراتين 48 ساعه، والجزئيه دي انا اتكلمت فيها مع الكابتن خالد بيبو لما كنت موجود في السعوديه بعد مباراه اتحاد جده، واتكلمت معاه في الجزئيه دي. قال لي الجزئيه دي الجهاز الفني واخد باله منها كويس قوي، ولكن في تفاصيل مش هنتكلم فيها دلوقتي لغايه لما نخلص مشوار كاس العالم. ولكن طبقا للائحه ما ينفعش العب في بطوله خارجيه يوم الجمعه واسافر والعب بطوله محليه بعدها ب 48 ساعه، لازم يكون في تعديل لان اللائحه بتقول كده. هل هيحصل وتتاخر مواعيد البطوله بدل ما تبقى الاثنين والخميس تتلعب الثلاث والجمعه؟ ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه، ولكن الجهاز الفني والجهاز الاداري عنده علم بالتفاصيل دي. والكابتن خالد بيبو قال لي احنا واخدين بالنا من فكره ان احنا هنلعب الجمعه ونلعب الاثنين. ومعرفش هل ممكن مثلا اتحاد الكره لما حط المواعيد ما كانش حاطط في حسبانه ان الاهلي يوصل لاخر يوم في البطوله؟ الله اعلم، كل واحد يعني الله اعلم بنواياه، ولكن الاهلي وصل للنهايه. فاللائحه ما ينفعش العب جمعه والعب اثنين، يعني من بطوله لبطوله وسفر صعب جدا. يعني اعتقد يعني لو البطوله بدل ما تبدا الاثنين تتلعب الثلاث وبعد كده الجمعه هيكون افضل كتير، لان صعب جدا بلعب ثلاث مباريات في ظرف اسبوع وبعد كده اسافر العب مباراتين في ظرف 48 ساعه 72 ساعه. عشان كده الاهلي كان ليه قرار مهم جدا بالاعتذار عن المشاركه في كاس الرابطه قبل اجراء مراسم قرعه كاس الرابطه طبقا للائحه وطبقا للظروف. النهارده لما بنشوف قائمه المنتخب فيها 12 لاعب من الاهلي، المنتخب الاولمبي هيضم مش اقل من 5-6 لعيبه، منتخب الشباب مع الكابتن وائل رياضه هياخد برضه مش اقل من 3-4 لعيبه غير الاصابات. فهتلاقي نفسك في النهايه في شهر يناير في 20-22 لاعب مش موجودين معاك، هتلعب كاس الرابطه بمين وهتلعبها ازاي؟ فعموما هنشوف اللي هيحصل خلال الساعات اللي جايه. عموما هطلع لفاصل، وبعد الفاصل ارجع لان عندي كلام مهم جدا على قائمه منتخب مصر ومنتخبنا ازاي بيستعد لكاس الامم في الكوت ديفوار.